قلتم حفظكم الله إن التابعين هم جميع من يتبع الصحابة إلى قيام الساعة. بالمعنى العام، بالمعنى العام، لكن المعنى الخاص لا، تابعون خاص بالقرن الذين يلون الصحابة، الذين تتلمذوا على الصحابة، وهذا هو المشهور والمعروف. إذا أطلق التابعون فالمراد بهم الجيل الذي بعد الصحابة، لكن من حيث العموم وكل من اتبع منهج السلف فهو من التابعين، والذين اتبعوهم بإحسان. نعم.